ليه ميتابوليك سايت افكت اكتر حاجه. ايه الميتابوليك سايت افكت البيتا بلوكر؟ يوم اول حاجه بيديلي ريكفري فروم هايبر جلايسيميا انديوس باي اكسوجينس انسولين. وبيماسك الساينز والسيمتوم هايبر جلايسيميا خطر قوي في تايب 1. في تايب 2 بيقللوا الانسولين ريليز مش عارفين في البيتا 2. البيتا 2 كان بيزود الايه؟ الانسولين الالفا 2 كان بيتقلل. انا فاكر البيتا 2 كان الالفا 2 بقطعت بقى وقللت قوي الانسولين ريليز. الموضوع ده مشكلة في تايب 1 ولا تايب 2؟ مشكلة في الأسئلة الغبية دي ما بتتبعتش. مشكلة في تايب 1 ولا تايب 2 ودي أقل إنسان جديد؟ الله يبارك فيك. الاثنين متعلقة على الاثنين. هو العيال اللي عنده تايب 1 ده عنده بيتا سيل أو إنسان من أساسه.
leg and smooth muscle, and tendon contraction, vasoconstriction, tendon contraction of the meatus, tendon contraction of the upper part of the arm, the tendon neck of the wrist, and the upper part of the wrist. July 15, the doxal knee, knee to knee. And you look at this green and share this. Knee to knee. The alpha arteries can be the uro constriction. I tell you, I'm going to ask you the uro constriction. So then you can add the uro constriction. You can do the uro constriction. The way we have the uro constriction and the laser nerve إنما هذا في الأسماء تسقط الفينس الانتاني والكارد الكارد بالذات وانت واقف. ليه؟ لو الفينيل بتاعتك دايليتد من غير تقف الجراند تشد الدم في الدايليتد فينيلز ويقل الفينس الانتاني والكارد او الكود وتدوب ويجي لك حاجة ده بيسموه بوتش كارد هاي بوتش. فالناس اللي بيقولوا كتير اتاك وبوشر على البروتكشن يعني ممكن حاسين شويه بينهم مين دو تري. الفيناي افن بقى بيستخدم في ايه؟ اهم استخدام للفيناي افن از نيزل ايه؟ دي كونجست او في العينين از كونجكتيفا دي كونجست او في العينين عشان اقلل الانترا اوبلر بريشر في الجلوكوما فور انس اقلل الفورميشن في كوسيوم ممكن استخدمه كمين رياكتر وانا بعمل فانتس اكزامينيشن من الزلات وما قدرتش ادي الاتروبين او الاتروبين اصحابه يعني الاتروبين والاتروبين اصحابه هو الاتروبين سبستيتين زي بورتوبين وبروبيكاماين وسايكوبيتوليت الادويه دي هي كانت من الناس صح بس بتعمل سايكلوبليشن من ريس او سايكلوبليشن بالذات لو كان من ريس الدباسم ده معناه ان البنت بقى بطل البشر بيزيد ففي احتمال كبير قوي لو خدت اي حاجه ليها علاقه بالاتروبين والاتروبين سايكلوبليشن بيزود البنت بقى بطل البشر طبيعي ولا يحصل حاجه؟ بالظبط كده خلاص لان لو انت اوريدي عندك مقدرش اقرب على اي اتروبين او اتروبين سابس يعمل لك فانتس اكزامينيشن غير ما وسع لك عينيك وهم دول بيعملوها بصراحه او بقى قد ايه؟ ارضى وان اجلس هيعمل لي من فيسس ولو انجليز انت ما تقدرش ممكن استخدمه في الباروكسيزم السوبر بنتريكولا تاني كلهم عارفين الالفا الالوس بيعملوا باص كونستريكشن بيعملوا ايه؟ ريفلكس رافي كارد ممكن استخدمه عشان يضيع الباروكسيزم السوبر فنتريكولار تاكي كارد يعني ايه باروكسيزم تي تي دي ان اكتريت بس لازم تكون سوبر فنتريكولار ليه؟ انا لو اعتمد على فكره تعبان الباص كونستريكشن يسميه ها؟ الفيجل تون يزيد على الهارت فيخلي الهارت يقف صح؟ فلو كان السبب التاكي كارد في الحرق بتبقى سبلاي باي ديفيس هيقف اما لو كان مشكله في الفنتريكل شايف يعني مفيش فيجلس بيوصل الفنتريكل يبقى والباروكسيستا الصغرى بتريجر التاكي كارد بينفع فيها البيتا كارد صح؟ اما اللي جالها يقول لي مين احلى البيتا كارد أحلى من بيتا بلوكر
the process, but it's sort of a different technology that is achieved with high improved energy. But if you have kept associated with normal blood pressure or hypertension, you ask about the lower beta. لو سمعت ممنوع الانفراد ادوس تستخدم واحدة ست حامل أول حاجة. ليه؟ أبوش ممنوع استخدم الانفراد ادوس الناس عندهم ريفر باستر ديزيز هيزودوا زي كده الكبر بالظبط. ممنوع استخدم الانفراد ادوس كنيزة دي كونجستر فترة طويلة. لو وقفتها مرة واحدة هيسبب ريباوند كونجيشن. لو فضلت ماشي عليها فترة طويلة هيحصل ممكن اخدم واخد معاه ايه؟
بيكبلوها، بس في حاجة كده انك تدي اللاجئين هدول. لما تدي تبص للزميل مع التبلوغة يا اما تدي لاجئين هدول. لو هتاخد الفلوكس للزميل مع التبلوغة لازم تبتدي منين؟ من الفلوكس للزميل، ولو محتاج تاخد التبلوغة تاني. او تشيل ايه؟ الزيوبر رخص. لو انت هتشيل زيوبر الاسبوع الجاي دي اوبراتيف، انا هفتح كنترول الضغط العالي، ما اقدرش اعمل عمليه واحده بتوع عالي، فبنديه له شورت اكتف نون سيلكتف الفا بلوكر هو الفنتولابين. يبقى قبل العمليه بندي فنتولابين. لو مش هتعمل العمليه هناخد في نص الانزلين ومعانا مين بنحط عليه بيتا. اتفقنا؟ ينفع الاكسسيف فازو ريستريكشن اللي ممكن يحصل نتيجه الاكسترافازيشن او اي دواء فازو ريستريكشن. يعني لو انا اديت لك اي دواء فازو ريستريكشن وحصل له اكسترافازيشن هيعمل سكين، بس اكتر واحد بيعمل الحركه دي اكتر واحد بيستخدم انتروجينس هو الدوبامين. وطلع بيجيب فين دوبامين ونحكمه ايه؟ subcutaneous زي ما قلنا دلوقتي to avoid skin lesions. تفهم؟ طيب. ينفعوا كده. كده احنا بنفعوا كده بنستخدم hypertension ينفعوا كده. ايه ممكن الاستنشن او البرايمري hypertension؟ ايه ممكن الاستنشن او البرايمري hypertension يكونوا دول الفا بلوكر يعملوا بلازما hypertension في الريفليكس؟ التاني بتاعتهم لو دمك مش بس ريفلكس كمان دايت، واللي جدع يقول انت بيحصل دايت تاكيكارديا. لو الالفا 2 البري سايلابتك اللي بتنهبت الريليس هرمون الريليفن على الهارت اتضربت، يبقى اللي جدع يقول لي مين اللي بيعمل سيلير تاكيكارديا؟ السيلكتيف الفا 1 بلوكر ولا النون سيلكتيف الفا 1 والفا 2 بلوكر؟ هتقول لي النون سيلكتيف ليه؟ لو ضربت الالفا 1 هيزيد الهارت ريت ريفليكس العجينه بتاعت الضرب سيلكتيف، لو قفلت الالفا 2 هيزيد الهارت ريت دايركت. النون سيلكتيف الفا بلوكر زي الفينوكس الانسانيه والفينتولامين بدل الاثنين، لو ضرب جدا. التاكي كارديا الجامدة دي مش حلوة فيها. الهايبرتنشن أنا بزود الهارت ريت قوي، أنا ممكن أزود إيه؟ الكارديو أوتبوت وعاكس الأنتي هايبرتنسيف. فبيحصل لهم باي كارديو إيه؟ توتالز. بالذات بقى كمان وهم زودوا لو زودوا الرينال ريليز بيعملوا الصوديوم ووتر ريتنشن، والصوديوم ووتر ريتنشن مع التاكي كارديا بيخلوه مش كاملين في علاج الهايبرتنشن فور لونج تايم. انا ممكن استخدمهم فور شورت تايم، لكن فور لونج تايم في البرايمري اكسنشن هايبرتنشن مش كاملين. تفهم؟ سايد افكتس بتاعت الالفا بلوكر يعرفوها كويس جدا. تقدر عامل السيف الامتحان دي هي ايه؟ الفيرس جوز هايبرتنشن. حد عارف ايه هي الفيرس جوز هايبرتنشن؟ البرازوسين لو خدته في الاول ممكن يعمل لك سيفير بوستر هايبرتنشن وسيمبروف افتر الفيرس جوز. ديو تو ايه؟ سادن بازل هايبرتنشن ويزاوت سيجنيفيكانت كومبانساتوري ريفلكس. الفا بول. اختار سمول دوز اكتر واحد بيعمل بوشرة هايبرتنشن هو مين؟ البرازوسين. الدوكساتوسين الجديد ده في ميستيك، خد بالكم منهم كل اللي هو في ام سي كيو. الميزه لو انه لونج اكتنج بيعمل جود كومبلاينس، والميزه الثانيه ما بيعملش قوي في الاسبوس ليه؟ هايبرتنشن. بيعملوا بقى السايد افكتس الثانيه بتاعت الالفا جلوكوز، بيعملوا هيبت فلاشنج نيزل كونجيشن بتاعت الكارديا بوترا هايبرتنشن، يعملوا سيكشوال ديسفانكشن. اه
بين الفيفا فاينل الفا 1 مش هيحصل كونتراكشن في الجول اوف ذا باس ديفرنس. فلو ما حصلش كونتراكشن كويس في الجول اوف ذا باس ديفرنس هيقل الايجاكيوليشن. تمام؟ الفا 1 لوكال برضه نيجاتيف. البيتر تو اجنست عيلة اسمها عيلة ايه؟ عيلة النيدين. في عندنا الكلوبيدين والريلوبيدين والكلوبيدين. وكمان غير الكلوبيدين والريلوبيدين برينو نيدين. في كمان أفهم السلطة من أصل الكلوميدين وصعب وعيدته
اشتغلوا في حته كده دخلوا في السنتر قريبه من اللوكاس سيرفيس، كان بيعملوا سيديشن ودرايفرز. حد يقدر يقول لي مين اللي طلع الاعراض زي الكلوريد بس ما بيعملش سيديشن ودرايفرز؟ الرينين دي ليه يا عم؟ عشان الرينين دي ما بتشتغلش على الخلفه دي، بتشتغل على الاي 1 ريسيرفر. تقول لي هو في السنتر اسمه اي 1
المسكنات اللي هي الموال من الجون الى السنين. الموال سيتاتري ستيميلاتري ليه علاقه بالاعراض الزهايمر، ليه علاقه بالباركنسونيز، ليه علاقه بايه؟ مش عارف حاجه ازاي. الموال في البرين ليه علاقه بالفومين. عشان كده الاتروبين انتي بيفرق عشان كده السكوبولامين بيفرق ان واحد بستخدمه في علاج الفومتنج بتاع الموشن سيكنس والميليير ديزيز عشان هما ليهم علاج اخر بالالزهايمر بما فيه الالزهايمر ده قال الاسبايكولين افكت في البرين فبستخدم الدواء والكوليومايتيك يو استيميليت الام 1 ينفع في علاج الالزهايمر. في علاج الالزهايمر ديزيز دواء اسمه دان ديزيز. كل ده كمان مش هنكتبه بعد كده. دان ديزيز حد يعرف دوايين الام 1 لو زاد الافكت بتاعها لو زاد الافكت بتاعها في البيزا الثانيه ها هيحصل ايه؟ باركنسونيز كلكم عارفين باركنسونيز ده ان بالانس بتوين ام 1 ها الدوبامين قال لو زاد الاسيتايلكولين على الام 1 وما عادش الدوبامين اشتغل على الدي 2 طب السؤال بقى لو عاوز اعالج الباركنسونيز تزود ده يقلل فالانتي ماسكارينيك دراجز تنفع في علاج الباركنسونيزم. حد يعرف كل مين الدوايين اللي ينفعوا في علاج الباركنسونيزم وهم انتي ماسكارينيك؟ دول اتروبين سبستيتيوت دوايين بيبتدوا بكلمه واحده بنز في بنز اتروبين وبنز اكسون بس انت استخدم الادويه دي في علاج الباركنسون دي خدوا بالكم من حاجتين لو كان الباركنسونيز سببه دراجز وفي الحاله دي هيسببه الباركنسونيز ايادروجينيك باركنسونيز اشهر ادويه بتعمل الباركنسونيز الدوبامين انتاجونيست كلكم عارفين الدوبامين انتاجونيست دول ادويه انتي سايكل فالانتي سايكل دراجز ممكن يعملوا باركنسونيز زي تمنعه تاخد معاه انتي ماسكر اتروبين سبستيتيوت بنزيتروبين بنزيتس الحاله الثانيه اللي بستخدم فيها انتي ماسكرينيك هو ايه؟ لو العيان بتاع الباركنسونيز ميلي بريزنتد باي تريموس وسيانوريا، سيانوريا يعني السكريشن بتاع السبانتا كتير. فلو هو حاجه من الاثنين دول بديله انتي ماسكارينيك يبتدي ياخد دواء يزود الدوبامين انتي. الام 1 بتعمل ايه في الاستومك؟ بتزود الاتش سي سكريشن ده بيساعد على جزء الاستامين فروم سبب الاسباب انه ايه؟
risk by erecting a stimulant by stimulation of, by asking blocking of, MBT. MBT are the stimulation as a respiratory depression of the time. They are respiratory depression. The MSD بيزود السكريشن الـ support respiration machine secretion
تعمل دي كونتامينيشن للسورس ووتر بتاع الاورجانوفوسفيت. لو كانت الاورجانوفوسفيت شربت تعمل له ايه؟ جاز الابراج. لو وقعت عليه خليه يشيل الايه؟ الكونتامينيتد كلوز سيل جسمه، يا بميه يا بصوديوم هيدروكلورايد، وتدي الكلوفين كل 5 دقائق واللي جدع مني ايه؟ عشان تقفل المسكرين الكسر وتمنع البراتي كارديا والهارت برو والكارديا كارديست اللي كنت مياسة تدوم زيادة الاسم برايك. تدي أدوم كل 5 دقائق ده تاني لغاية ما العينين يحصل له فول ابنورمالايزيشن وتلاقي السكريشن في اللنج قلت. تعرف ازاي السكريشن قلت في اللنج؟ صوت الاقلام اللي الناس بتقول ان الميه ماشيه جوه ايه؟ قصدي الهواء ماشي جوه الميه بتاعت اللنج دول، يعني اسمها ميزه الكريتيشن. وقلامه في الكتاب كلها ميز. مش صح. بس هي ميزه الكتاب كله ميز مش مشكله. وتبدي انزايم ري اكتيفيتد. اللي هو اسمه براجل توكسين، بس اللي جدع يقول لك ده بقى شوف دي تيكن از ان از بوسيبل تو مي. افريج از ان ايجينج ان بول مهم جدا. وواحد يجي يبقى يزيد ماشي؟ لازم تعرف كويس جدا تاثير الاندروجين على الاندروجين. على السي او اس وعلى الطلبه. اظن صح. لازم تعرف كويس جدا ايه استخدامات الاتروبين اللي ما ينفعش فيها ايه؟ الاتروبين سبستيت. كل استخدامات الاتروبين بتاع زمان اتخذت منه الا 4. ايه هم؟ ايه الاستخدامات اللي ما ينفعش فيها الاتروبين سبستيت؟ بقى الاتروبين نفسه. في البري انسيتيك ميديكيشن لازم تعرف ليه؟ ها؟ تعمل فاينلز اكزامينيشن للتشيلدرن عشان الايه؟ انت عندهم التول بتاع الباراس الباسيفيك عالي في الاورجانوفوسفيت توكسيستي والمشروم توكسيستي والدايريا. الدايريا مش مهم قوي بس الدايريا هم بياخدوه اكتر بياخدوا الاتروبين مع ايه؟ مع جوله تاني اسمه الدايريا اوكسيليت عشان ما يحصلش ابيوزم. لازم تعرفوا لو سمحتوا الفرق بين السكوبولامين والاتروبين. هل يعرف ثلاث اربع فروقات كده بين السكوبولامين والاتروبين؟ السكوبولامين شورتر من الرياض بتاع الاتروبين. السكوبولامين هو بوتر انتي الميتد. السكوبولامين بيور انتاجونست ما بيعملش انيشيال بريزنت. لو عاوز استخدم اعمل بري انسيتيك ميديكيشن في واحد عنده مشاكل في الهارت مش الاكل. دي نقطة مهمة الأولى. نمرة 2 إن الاسكوبولامين أحلى من الأكلوبين أز أنتي ليميتنج في الموشن سيكنس في الليمير ديزيز. يبقى إيه بقى الاستخدامات بتاعت الأكلوبين سبستيت؟ لازم تبقى عارف مين هم الريليتنج سايكل بيشنت. حلو؟ ومشكوك على سايكلوينتوليت وتروبي كمان. في انتي سبازموتيك دايل سايكلوين هيوسين بيوتال برومايد لايكوفيرمنت. في واحد بيشتغل في الدكتور الاليريسيس والكوليرينري ايرجنس. الستات الكبار اللي بينزل كل مره تخش تحكموا فيه مشكله كبيره. اوكسي بيوتينين وعندي دوايين بيتقلوا كلمه البنز بنزوبروبين بيزك سوبر بتوع وعندي دواء تاني من زمان ينفع في بروكر الازمه كان بيعمل لنفسه تولرنس ادراتروبيا. طلعنا واحد على نيورولوج اكتيف وما بيعملش تولرنس اسمه تاريوتروبيا. في بقى حته لو هم هيدخلوا على الجوال هتقولي بقى مش عارف كويس هتقولي صعب حته تفهم هتقولي ان الادرس كيست الاتروبين سهل. بس اخطر حاجه في الاتروبين هو التوكسيست ايه؟ مش بقول لك بلاد اسنان وبلاد اسنان دول حلو ولا لا؟ طب اذا اهم حاجه ايه؟ بلاد اسنان ولا بلاد
كل المصدرين هناك في الأسطول بيعملوا الناس بتتكلم يعني مليون مرة اللي جدع يعمل ده لكن السايت اسمع الجمله في سؤال غريب ايه الادويه اللي هي اكثر من لايف اكشن؟ كل دكتور فرانس جاي يقول لك انا اكسب جابك بقى الميسر جيب لك انتي اريزمي انتي استعمالي ديجيتال ده واحد من مشتقات الاي اي حجم النساء وتلاقيها اكثر من لايف اكشن. لو عاوز حاجه اخر معنيه كبيره في حته ثانيه هي النيرو وصفه لو عاوز كان يعني تشوفها بالظبط يجيب لك نيور كومبيتيتد نيور مصر تقول له انا عارف في بعد كده شيء من الدوله اربعه ديفينيت اسمها نيور كومبيتيتد نيور مصر عندهم فروقات كبيره بين الازمتين الازمتين وبين الكوريا بنكروتن لونجر عن الكوريان ما يعملش اثنين ما بيعملش حاجتين بيعملهم الكوريان ولا بيطلع الاسرائيليين ولا جاي بس حلو بجنتك بجنتك يعني بيقدر يتميز كان بيزود الهارت اتراكيوريان الاليميشن بتاعه نان رينال نان هيباتيك حاجه اسمها هوفمان سعيدوا ان يطلع الاستعمار فطلعوا واحد شبه الاكراكيوليان ما بيطلعش الاستعمار اسمه سيس اكراكيوليان الفيكولونيوم ده الانيميشن بتاعه في الليفر والانترميديت رياكتن ما بيعملش مشاكل في الكارديو واسكولار سيستم وفي بقى اثنين غريبين ممكن في الامتحان الروكيولونيوم والميكيوليوم الروكيولونيوم ذا موست رابيد كومبيتيتد نيو مصدر بستخدمه بعد السلاي البولين ديورينج انتي تراكيال انتيوبيشن الميتاكيوريا ذا موست شورتست نيو كومبيتيتد نيو مصدر كويس اللي جاب علم ليه؟ انه يكسر السوق حاول تذاكر كويس علشان المتكلم